تعبت واللي شالت واللي كل حاجة جابت واللي ما سمعتش كلامها لما ألف مرة قالت أقوى أم في مصر أقوى أقوى أكبر خمسة وخميسة المصريه تموت في التبكيت والمعايره من اول الثانويه العامه. تقول لك شايف ياض ابن خالتك جايب كام في الثانويه العامه يا فاشل؟ تيجي تشتغل تقول لك ابن عمك شغال رائد فضاء في ناسا وانت قاعد صايع على القهوه. البنات يعني ما لهمش ذنب، تقول لها شايفها بنت خالتك خدت عريس زي الفل وانت قاعده خيبه الامل راكبه جمل. طب هي مالها؟ ده نصيب. وده اللي هنعرفه من خلال خمس مسابقات هنلعب فيهم مع المتسابقات اللي موجودين معانا النهارده. واول متسابقه معانا النهارده هي ماما ريما وهتساعدها بنتها روان. أنا ريما أحمد خبيرة تجميل وعناية بالبشرة. أنا روان عمرو تانية ثانوي. أنا بحبها على طول واخدة سنها، ما تنزلش بوستات كبيرة على سنها، تبقى مستوعبة برضو حاجة زي كده. مامي بتعملي كومنتات محرجة، يعني ممكن لو البوست ما عجبهاش تعملي كومنت محرج، أو مثلا في حاجة في البوست مش عجباها تعملي كومنت محرج. شخصية روان على الفيسبوك لا، شخصية عبيطة، يعني ممكن تبقى فعلا عاملة شير لحاجة وأنا شايفها مش يعني مش لازم كده تعمل لها شيء، موضوع عبيط يعني. مامي على الفيسبوك لا، معظم الوقت سيريس. اي نعم في بوستات ساعات هزار بس مش كتير يعني بصراحه. هي روان بتنزل لي صور صراحه في عيد الام، في عيد ميلادي. احنا جاهزين للتحدي فاقوى ام في مصر. مامي اقوى ام في مصر. ماما ريما منورانا. ميرسي. طب اقول لك يا ماما ازاي؟ ده حتى يبقى عيب. انا شايفك. عيني على الام وحنان الام. عيني عليا برضه. لا خال ولا عم بيشيلوا الهم. تعالى نروح نشوف روان. يا روان. هاي. عامله ايه؟ تمام. ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. جاهزه للتحدي؟ جاهزه. اوكي. وتاني متسابقه معانا النهارده يا ماما انجي وهتساعدها بنتها نورين. اسمي انجي اسامه. عندي شركة سياحة. أنا اسمي نورين شريف. لما بلاقي نورين منزلة بوست على الفيسبوك بعمل لها كومنت وبعمل لها لايك. مامي ساعات تعمل لي كومنتات محرجة وأنا بدخل أشيلها. بتنزل حاجات عبيطة كتير كده ببقى مش فاهميها. شخصية مامي في الحقيقة هي نفس شخصيتها على السوشيال ميديا، يعني ما بتتغيرش كتير. اللي هي طول الوقت عاملة نفسها إنها مش عارفة، يعني شبه الولاد كده، وإن هي بقى بتقدر تعمل كل حاجات وجامدة قوي وحاجات، وهي اصلا لما حد بينفخ فيها بتعيط. الاكل بيتحرق ساعات كتير قوي بسبب ان هي ماسكه الموبايل يعني معظم الوقت. تنزل صور لينا مع بعض؟ لا مش بتعمل كده، قليل جدا على فكره. جاهزين للتحدي فاقوى ام في مصر؟ مامي هي اقوى ام في مصر. ميرسي. منورانا. سي. الام المصريه اتطورت قوي الفتره الاخيره يعني. تعالي نروح نشوف بنوتك. يا نورين. ايوه. عامله ايه؟ الحمد لله. تمام جاهزه للتحدي؟ ايوه جاهزه. هنلعب؟ هنلعب. وهنكسب؟ وهنكسب. وهنحط على المتسابقين التانيين؟ يعني هنشوف. وتالت متسابقه معانا هي ماما هبه وهتساعدها بنتها حبيبه. انا هبه صحصح بزنس وومن. انا حبيبه ايهاب ومن اسكندريه. بعمل ايه لما حبيبه تكون منزله حاجه لو مش عجباني؟ طبعا بقول لها.
لكن لو حلوة ظريفة بعمل لها لايك أو بعمل لها كومنت. مامي كذا مرة بتعمل لي كومنت مش عجباني وحرجة شوية. بعرف أخبار حبيبة، هي ساعات بتيجي تحكي لي، ساعات أختها تيجي تحكي لي، ساعات صحابها يجوا يحكوا لي، فمش شرط يعني لازم ببقى عارفة أخبارها إيه. مامي على السوشيال ميديا مش زي البيت خالص، مامي على السوشيال ميديا حاجة وفي البيت حاجة تانية خالص. حبيبة تحب تتصور طبعا معايا، دايما بتنزل صور لي أنا وهي، بتعمل تاج مع بعض، أنا عامل لها تاج، أسرة حلوة مع بعضينا. إحنا جاهزين للتحدي فأقوى أم في مصر. ومامي هي أقوى أم في مصر. يس. ماما هبه منورانا. ميرسي يا حبيبي. يعني المفروض انتوا اللي تقولوا لي يا بابا. يا حبيبه. هاي. عامله ايه؟ تمام. كويسه؟ ايه موضوع الكتاف ده يا حبيبتي؟ كل البلوزات من غير كتاف كده؟ ما ينفعش. ما ينفعش خالص، طب واحده واحده. جاهزه للتحدي؟ جاهزه. جاهزه بالكتاف؟ تمام. يلا بينا نلعب. عاملين ايه؟ الحمد لله. تمام؟ انتوا الثلاثه اصحاب صح؟ باين من نفس درجه الروج. نفس الصباع. كلنا بنحط منه. اكيد. بناخده لفه. ماما ريما، انت خبيره تجميل. ايه رايك بقى في اللي بيحصل الايام دي؟ كله فيلر وبوتوكس وحاجات حلو كده. حلو جميل. ده حلو وجميل؟ الله جميل يحب الجمال. اصل انا بقيت بحس ان كلهم على الشاشه عاملين كده. لا. ليه؟ يعني انا شخصيا كاسلام احب التجاعيد عن الحاجات دي. انت ايه رايك؟ لا هو لا اكيد طبعا. مفيش ست بتحب التجاعيد في وشها، كله عايز وشه جميل ومفرود وفي شكل حلو يعني. اوكي، وجهات نظر طبعا. طيب ماما انجي، انت بتشتغلي في السياحه، بتحبي شغلك جدا جدا. ماما هبه، ايوه، عارف تشتغلي ايه؟ بزنس وومن. بزنس وومن، الله، لا سقفه كبيره قوي قوي قوي. يعني معانا حد شغال في البيوتي، خبير التجميل، صاحبة شركة سياحة وبزنس وومن. يعني هلبسكم ونحييكم ونسفركم. سقفة كبيرة قوي للثلاث أمهات اللي معانا النهاردة. بس عارفين هتبقى الحلقة اسمها إيه؟ مين أحلى أم في مصر؟ أجمل أم في مصر. مش أقوى أم في مصر. جاهزين للمسابقة؟ جاهزين. أول مسابقة معانا اسمها ما بفهمكش. ليه سميناها ما بفهمكش؟ لأن المسابقة دي عن لغة الجيل الجديد، هنعرف فيها انت بتفهمي في لغة الجيل الجديد ولا لا، من خلال 10 أسئلة، كل سؤال عليه كام نقطة؟ خمسة. خمس نقط، مطلوب إن احنا نجاوب في 10 ثواني بس. جاهزين للمسابقة الأولى؟ جاهزين. مع المسابقة الأولى بس بعد الفاصل. ماما يا ماما أقوى أم في مصر. أقوى أم في مصر. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع المسابقة الأولى من أقوى أم في مصر، ما بفهمكش. جاهزين؟ جاهزين. مع المسابقة الأولى ما بفهمكش. أقوى أم في مصر. السؤال الأول يا بنات، يا رب عارفة مش هينفع أقول ماما بقى خالص، يا أمارات، يا أمارات يا حلوات. دي هبت منك خلاص. هي جملة تعبر عن إن الموصوف بها سرحان، بيقول كلام عجيب، بيقول كلام مبدع. ماما ريما جاوبتي ايه؟ بيقول كلام عجيب. لا هي ماما مش هتنفع، مش حاسسها. احنا بقى ايه، نتفق على حاجه. ريري جيجي بيبو. ايوه. اوكي. ايوه بقى، لان ماما مش هتنفع، مفيش مصداقيه بقى. مش هيبقى في مصداقيه مع المشكله. ريما نفسها دلع اصلا. ريري جاوبتي ايه؟ بيقول كلام عجيب. بيقول كلام عجيب. جيجي جاوبتي ايه؟ بيقول كلام عجيب. بيبو بزنس وومن جاوبتي ايه؟ بيقول كلام عجيب. بيقول كلام عجيب، إجابة صحيحة. السؤال الثاني، ما هو البوكلت؟ نظام امتحانات، أكلة مغربية، كيس لحفظ الفلوس. ريري جاوبتي إيه؟ نظام امتحانات. جيجي نظام امتحانات. بيبو نظام امتحانات. نظام امتحانات، إجابة صحيحة.
هبة تجنن والله. السؤال التالي أكمل العبارة التالية من أغنية الفنان حمو بيكا: العيون كلها قماصة، بصاصة، كذابة. ايه الشطارة دي؟ لا لا يعني ده قوي قوي مسيطرين صغيرين شكلا وموضوعا وعقليا مسيطرين. ريري جاوبتي ايه؟ اه بصاصة. بصاصة. انجي بصاصة طبعا. هبهب بصاصة. بص العيون كلها بصاصة، خلق عايز دفع نار رصاصة، رب يكون ميزنا بميزة. بسقف لهم سقفة جامدة قوي. السؤال الرابع: بليز لا، بليز لا، بليز لا. أكمل الحوار حسب الترند: نعم، أيوة، كا. مش فاهمة. ده ترند كده على فيسبوك. أوكي، ده ترند كده على فيسبوك. لما في ابلكيشن كده معين لما بتكتبي الكلام بالعربي بيعمل بينطق الصوت بتاعه كده، فبينطق الحاجات بشكل غريب شويه. معروف على فيسبوك. لا مش عارفين. بيبو جاوبتي ايه؟ ايوه. جيجي ايوه. ريري كي. هي كا. اجابه صحيحه كا. السؤال الخامس: من كلمات أغنية المطرب محمد الريفي: هيجنني ده هيجنني، كل ما أقرب يكشم لي، ينفض لي، يبعد عني. هيجنني ده هيجنني، بعدين بقى في الشطارة دي بقى يا بنات، وبعدين معاكم في واحدة وقعت مننا بقى. يلا واحد اتنين تلاتة. ريري يبعد عني. جيجي يبعد عني. بيبو يبعد عني. يبعد عني يا ابو صحيح. انت خلوني بوني بوني بوني. السؤال السادس: يبقى على الدنيا السلنكتيه، جمله اتشهرت من فيلم حراميه في تايلاند، يا انا يا خالتي، الحاسه السابعه. ماما ريما يانا يا خالتي. يانا يا خالتي. ماما انجي حراميه في تايلاند. ماما هبه يانا يا خالتي. المره دي بيبو غلط، لكن جيجي صح. اجابه صحيحه. ماما في تايلاند. برافو. ايه بيبو بقى التركيز راح. معلش حك عليا. السؤال السابع: المقصود بكلمه يزاولوا بين الشباب هو يستجدع معاه، يكذب عليه بغرض السخرية، يستندل معاه. يا عم ده بيزاولني. ماما ريما جاوبتي ايه؟ يكذب عليه بغرض السخرية. اوكي. ماما انجي يستندل معاه. بيبو يكذب عليه بغرض السخرية. يكذب عليه بغرض السخرية. إجابة صحيحة. والله أنا دخت. السؤال الثامن: الماركت بليس هي خاصية موجودة في فيسبوك، إنستجرام، تويتر. ماركت بليس. ماما ريما فيسبوك. ماما انجي انستغرام. ماما هبه انستغرام. يا الاجابه الصحيحه فيسبوك. نحيي ماما ريما. يرد كل واحد يوصف ورق. ايوه. لا هبص هنا بقى. بتتاخر في الاجابه بس ايه. ايوه نشن. السؤال التاسع: ما هو الاكل الوحيد الذي كان يعرفه محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم؟ الكوسة، الأرنبيط، البتنجان.
ريري بتنجان، جيجي بتنجان، بيبو بتنجان. بتنجان إجابة صحيحة. بتنجان إجابة صحيحة. بتنجان. السؤال العاشر، من هو الفنان اللي واقف في الساحة لوحده؟ محمد رمضان، حكيم، عبد الباسط حمودة. أنا في ساحة واقف لوحدي نمبر وان وانتو عارفين نمبر وان. تلاتة إجابة صحيحة، نحييهم تحية جامدة أوي. إيه الشطارة دي؟ مذاكرين. طيب المسابقة خلصت يا بنات، دلوقتي بقى النتيجة. لا أرجوك قلبي. ريري 45 نقطة. أما جيجي 35 نقطة. بيبو 35 نقطة. يلا يا أولاد نحييهم. ريري جيجي بيبو، ريري جيجي بيبو، ريري جيجي بيبو، ريري جيجي بيبو. خلصنا المسابقة الأولى ما بفهمكش، ودلوقتي مع المسابقة التانية سهلة ومش مستاهلة. ليه سميناها سهلة ومش مستاهلة؟ لأن المسابقة دي عن التكنولوجيا والسوشيال ميديا. هنشوف بقى أنتوا بتعرفوا في التكنولوجيا والسوشيال ميديا ولا لأ، من خلال تلات مهام تكنولوجية معقدة مطلوب منك إن أنت تحليها في دقيقة ونص، يعني 90 ثانية. أنا عارفة هسقط في السؤال الأخير. إن شاء الله تنجحي بإذن الله. ريري يا ابني نك. ريري القادم أجمل بإذن الله، تلك هي ثقتي بربي. إن شاء الله. تحية كبيرة أوي أوي أوي. جيجي. نعم. السمكة القوية هي التي تستطيع أن تعوم ضد التيار، أما الصغير فينجرف. تحية كبيرة أوي أوي أوي. قوم يا جوجو. بيبو ولا بنخاف من الدنيا بحالها. تحية كبيرة أوي أوي أوي. طيب في المسابقة دي بناتكو هيساعدوك، يعني مش هتبقي لوحدك، بس في المسابقة دي يا مكسب يا خسارة، ما فيهاش نص نص زي اللي فاتت. يا هتاخدي 15 نقطة يا هتاخدي صفر. جاهزين؟ جاهزين. مع المسابقة التانية وسهلة ومش مستاهلة. أقوى أم في مصر. ماما ريما، المهمة الأولى، هتفتحي انستجرام وهتنزلي آخر صورتين مع بعض في ستوري في نفس الوقت. سهلة خالص. معاكي 90 ثانية ومعاكي روان. بصي يا مام، افتحي انستجرام، انت عارفه انا كده مش محتاجه اساعدك اصلا. ساعديها برضه. اعملي بلس، علامه البلس على الستوري فوق. لا لا لا، ستوري ستوري. اعملي كانسل، اعملي كانسل. هاتي على الستوري، يور ستوري. ايوه طلعي الشاشه فوق، طلعي الشاشه فوق. اعملي لها سيف بقى، اعملي لها سيف او نزليها. تمام، اعملي دان دان. اسرع شويه. وصوري واحده كمان، صوري واحدة كمان، اتصوري واحدة كمان يا مامي. مش عايزة اتصور. اتصوري واحدة كمان. لازم هما صورتين. اعمليها بقى يور ستوري، اعمليها يور ستوري تحت. ايوه شير شير دان. بس كده خلاص. صعبة جامدة أوي. المهمة التانية لماما انجي، هتفتحي فيسبوك وهتعملي بول في ستيتيوس وتكتبي مين اقوى ام، وتبقى الاختيارات انا والامهات التانيين، يعني ريري جيجي بيبو. يعني ايه تاني معلش؟ ده زي استفتاء. بول ده زي استفتاء. معاكي 90 ثانية ومعاكي نورين. دوسي على اكتبي كده، اكتبي. اعمل ايه؟ اكتبي يا مامي، اكتبي مين اقوى، مين ايه؟ كملين. استني هقولك. أقوى أم في مصر؟ إيه ده، فين ده؟ مش موجود على فكرة. أعمل أقوى أم في مصر وإيه بقى؟ مش عارفة. ها؟ استني. المفروض إن أنا أعمل إيه بقى؟ خلي بالك بولتا أوبشن. يا نورين ده أوبشن. طب دوسي على اللي هي جنب بتاع بيربل دي، يا إما على السهم اللي الناحية التانية. دوسي. أدوس على إيه؟ اللي هي فيها كذا نقطة. لا مش عارفة يا نورين بتقولي إيه. مامي اللي هي جنب بتاع بيربل. جنب البتاع البيربل؟ جربي كده. دي اوكي. ايه ايه ما دستش، يبقى دوسي على السهم.
يا مامي. نعم. دوسي على السهم ده. انا مش شايفه سهم اصلا. ايه ده اللي مش شايفاه؟ مامي جنبي بتاع بيضه. طيب خلاص اهو. مش معنى ان هي صغيره نزعق لها كده. لا لا مش عارفه. مش عارفه؟ لا. طب لما نروح يا نورين. طب لسه 24 ثانية حاولي. طب أنا مش عارفة. طب شوفي كده يعني دوري مش هتخسري حاجة. أعمل إيه المفروض؟ شوفي كده بتاع الأزرق ده؟ لا أنا حاسس إن هي بتنقي بلوزة من الدولاب. شوفي البيربل شوفي الأزرق. طب خلاص ارجعي ارجعي. إيه يا نورين؟ إيه إيه؟ أنت جايب لي سؤال صعب. ما افتحش الفيسبوك. طب اطلعي كده خلاص. معلش يا جيجي احنا هنقدر بعد كده في اللي جاي. انا جاي العب على فكره. ايوه مش مسابقه اللي هتكسرنا يا جيجي. لا خالص. تحيه كبيره لجيجي. لا ابوس ايدك. المهمه الثالثه لماما هبه. هتفتحي انستجرام وهتعملي بومرانج وانت بتقفلي عينك وتفتحيها او اي بومرانج يعني. أوكي. اي حركه تحبيها يا ريت تبقى دي. يلا بينا. يلا معاكي 90 ثانيه ومعاكي حبيبه. اوكي اخد صورتين. حضرتك بتقول الصوره 90 ثانيه ومعاكي حبيبه. هتعملي بوم ران بلس دي. اوكي ستوري. ايوه دوسي عليها على الكاميرا. بعدين بقى هتلاقي البوم ران تحت. تحت. خلاص دوسي عليها. بعدين بقى دوسي. ايوه. هي عايزه تنزل ستوري صح؟ ستوري. خلاص شير. شير على انهي يور ستوري. اوكي بس دن. تحية كبيرة أوي لبيبو. برافو. أوكي. معلش يا جيجي. لا خلاص. أوعي تكتئبي. لا 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 خالص. أنتِ أقوى من المسابقة دي. طبعًا. النتيجة. ريري 15 نقطة. بيبو 15 نقطة. شكراً. بلاش الصفر في وشها. بلاش الصفر في وشها. والله ما تستاهلي كده. انت اموره وجميله. صفر. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. ماما يا ماما اقوى ام في مصر. اقوى ام في مصر. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل والمسابقه الثالثه من اقوى ام في مصر. مين اروش ام ناو؟ ملعبكم بقى. معلش ما كنتوش انتوا تعملوا مين اروش ام ناو ومين اللي يعمل. انتوا اروش امهات قلنا من اول المسابقه. المسابقه دي عباره عن علينا ولا ايه؟ لا لا ما شاء الله عيني عليكم برده. المسابقه دي عباره عن ايه؟ احنا لما بنخش على الانستجرام مش بنلاقي صور بس، بنلاقي فيديوهات عليها ليبسنج، يعني بنفتح بقنا ونقفله على اغاني مشهوره، على مقاطع من افلام. انتوا مطلوب منكم ان انتوا تعملوا الفيديوهات دي بالظبط. هنعملها على ايه؟ على اغنيه كاجولو بتاعه محمد هنيدي. عايزين بقى نفك ونعمل فيديوهات حلوه. نروح للباك ستيدج ومين اروش ام ناو؟ اقوى ام في مصر. اقوى ام في مصر. ورجعنا تاني من الباك ستيدج مع الامهات اللي زي القمر اللي معانا النهارده. كل واحده بقى تقول لي عملت فيديو راضيه عن نفسها بنسبه كام في الميه؟ ريري راضيه عن نفسك بنسبه كام في الميه؟ والله احنا عملناه مره واحده على طول من اول. أوكي. مره يعني. ف كانش عاجب روان بس تمام. سكر. يعني كام في الميه؟ مش أنا فيه؟ 100%. 100% يا سيدي. وجيجي؟ كويس. كم في المية؟ لطيف يعني. مش غير 100%. عندنا هنا ثقة مقنعة. 100% ماشي أوكي. موافقة. 100% برضه؟ 100% بيبو؟ مش أقل منهم في حاجة. 100% برضه. أوخ ده بيبو قادرة. انزلي يا ابني بالفيديت ريري. المنتج جاهز بالكليبات يا استاذ. انت هتمضي بعد الحلقه دي ان شاء الله. مش عارفه النجوميه عايزه ايه. الشهره عايزه مين ايه؟ مش عايزه. انزل بفيديو النجمه جيجي. واو. نفس المنتج. مستني برضو عندي كنت راسي. بيبو يا ترى عملتي ايه؟ يا اختي مش قادره اقول لك. انزل يا ابني بفيديو بيبو. مفيش حركة. ايه؟ هو كده حلو قوي. معلش بس تعبيرات الوش ايه عظيم. طبعا. طيب يا جماعة أنا بس عايز أفكركم بحاجة، مش أنا اللي هديكم الدرجات، اللي هيقيم الفيديوهات الجمهور. اللي عايز ماما ريما هيدوس واحد، اللي عايز ماما إنجي هيدوس اثنين، واللي عايز ماما هبة هيدوس ثلاثة.
انتي جزارت يا بنات، عايزين نقول ان انتوا الثلاثه اصحاب، يعني الموضوع في بيتكم، عادي وان منتج واحد اللي عايزينه. مش هنزعل، مش هنزعل، هيبقى فريق غنائي ان شاء الله. طيب ماما ريما 49% 20 نقطة. برافو. ماما انجي 24% 5 نقط. أما ماما هبة لا. 27% 10 نقط. قلت لك مش بالحركة، بالأداء. إحنا خلصنا المسابقة الثالثة اللي هي مين أروش أم ناو، ودلوقتي مع المسابقة الرابعة، عارفين اسمها إيه؟ عجناك وخبزاك. ليه سميناها عجناك وخبزاك؟ لأن في المسابقة دي عايزين نعرف أنت عجنة بنتك وخبزاها ولا لأ؟ ولا مربية. هنسأل بناتكم شوية أسئلة، هيجاوبوا إجابات محددة، مطلوب منكم إن أنتوا تجاوبوا نفس الإجابات بالظبط. كل أم ليها 3 أسئلة، كل سؤال عليه 5 نقط، مطلوب تجاوبه في 10 ثواني بس. مع المسابقة الرابعة وعجناك وخبزاك بس بعد الفاصل. أقوى أم في مصر. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع المسابقة الرابعة من أقوى أم في مصر وعجناك وخبزاك. بفكركم تاني، كل أم ليها 3 أسئلة، كل سؤال عليه 5 نقط، مطلوب نجاوب في 10 ثواني بس. مع المسابقة الرابعة وعجناك وخبزاك. أقوى أم في مصر. السؤال الأول لماما ريما، لو بنتك هتفتح كوافير هتحط صورة إيه على اليافطة؟ هتحط صورتها؟ هتحط صورها هي وأصحابها؟ هتحط صورة ممثلة مشهورة؟ هتجيب أي صورة من على النت؟ بص، هو أنت أروان برضه ما تتوقعهاش، يعني ممكن هتحط صورتها، لأ هتحط صورة صاحبها، لأ ممثلة مشهورة، ممكن هتجيب أي صورة من على النت، أكيد هتجيب أي صورة من على النت يعني. لكن صورة فنانة مشهورة ما اعتقدش دماغها تبقى. هتجيب اي صورة من على النت؟ مفروض. وعجبني قوي الشرح المستفيد. عشان لو غير كده انا مستنيها بره. اجابة صحيحة. سؤال لماما انجي، لو بنتك هيجي لها هدية معنوية هتحب تكون ايه؟ جواب كلماته مؤثرة، حد يغني لها اغنية، برواز فيه صور ليها، ملهاش في الكلام ده. طب لو اخترت ايه؟ ملهاش في الكلام ده. اللي هو معنويه دي تبقى خالته. انا عايزه ماديه يا حبيبي. ظرف. تعالي نشوف نورين قالت ايه. لا غلط يا مامي. ايه يا مامي؟ والله نورين شكلك والله شكلك بتفشري، اقسم بالله. لا هي ايه ده؟ برواز ايه اللي فيه صورتك؟ ايوه صورتي. طب خلاص معلش يا نورين. طيب هحاول اجاوب تاني صح. ماشي خلاص سامحني. خلاص. السؤال لماما هبة، لو بنتك تقدم لها واحد معهوش حاجة دلوقتي لكن هي مؤمنة جداً إنه هيوصل لحاجة كبيرة بعدين، هتتصرف إزاي؟ هتقبل تتجوزه؟ هتستناه لما يكون نفسه؟ هتاخد برأيك؟ هترفضه من الأول؟ يا رب يا بنتي تاخدي برايي. ماما هبة اخترتي ايه؟ هتاخد برايي. هتاخد برايك وخدوهم فقراء. يغنيكم ربنا. ايوه بالظبط. طب تعالي نشوف هي قالت ايه. قال لها مامي هستناه، يعني هستناه. يا وكفي والله. يا وكفي والله ما توقعت العقل ده كله يطلع من الكتاف دي حقيقي يا استاذه. برافو عليك، خدوهم فقراء يغنيكم ربنا. اخسى عليك. استنى لما يكون نفسه. سؤال لماما ريما، لو بنتك اتفقت على شغل واخر الشهر قالوا لها معلش هنقلل المرتب اللي اتفقنا عليه، هتتصرف ازاي؟ هتوافق عادي؟ هتعمل مشكله؟ هتقول لهم تمام وهتسيبهم؟ هتاخد رايك قبل ما تتصرف. هتاخد رايي قبل ما هي تعمل الاثنين. انا عاجبني فقره ما يرشد اليه السؤال. بنتي وتربيتي هتعمل الاثنين، يعني هتاخد رايي
وهتقول لهم تمام وهتمشي. انت اخترتي ايه؟ انا هتاخد رايي. طيب انا ما عملتش كده هتبقى لازم تجاوبي في العشر ثواني. طيب ما انا بضغط. ماما ريما اخر اختيار اخترتي ايه؟ هتاخد رايي قبل ما تتصرف. اجابه صحيحه. لا الشرح المستفيد جامد. ركزي ركزي شكرا. نورين ما بفهمهاش قوي. ماشي. ماما انجي. ايوه. لو بنتك هتختار بين اربع وظائف كل واحده فيها ميزه هتختار ايه؟ اللي فيها تقدير، اللي مرتبها اعلى، اللي اجازتها اكتر، اللي هتاخد منه خبره اكتر. اللي فيها تقدير او اللي هتاخد منه خبره اكتر. ماما انجي اخترتي ايه؟ اللي هتاخد منه خبره اكتر. ايه غلط؟ الخبره مهمه. اجابه صحيحه. السؤال الثالث لماما هبه. يا مسهل. لو بنتك معهاش فلوس اخر الشهر هتعمل ايه؟ هتيجي على نفسها ومش هتقول لحد؟ هتستلف منك كالمعتاد؟ طبعا. هتستلف من صاحبتها؟ هتستلف من حد في الشغل؟ اخترتي ايه؟ هتستلف مني. شكلها مفلساكي. اجابه صحيحه. ميرسي يا حبيبه. سؤال لماما ريما وفقرة ما يرشد إليه السؤال. أيوة. لو بنتك اشتغلت على مشروع في الشركة اللي هي شغالة فيها ولما طلع للنور طلع باسم مديرها هتعمل إيه؟ هتعديها؟ هتتخانق وتعمل مشكلة؟ هتسيب الشغل في سكات؟ هتجرس الشركة ومديرها على السوشيال ميديا؟ هتسيب الشغل وتمشي من سكات. هتسيب الشغل وتمشي من سكات؟ مش هتجرسه، لا طبعا، مش باخلاقها. هتتخانق وتعمل مشكله برضو دي، لا هتعديها. لا هي مش هتعديها، بس اكيد لازم تسيب الشغل هو من سكات كده. طب تعالي نشوف هي قالت ايه. هعديها. هتعديها، حد يلاقي شغل يا استاذه. لا لا لا، طب انا كنت هقول لها لا. ميرسي يا روان. السؤال لماما انجي. لو بنتك حوشت مبلغ كويس هتعمل بيه ايه؟ هتسافر بره؟ هتجيب لبس كتير؟ هتجيب حاجات لجهازها؟ هتجيب توك توك وتشغله؟ هتجيب لبس كتير. يعني مش هتسافر بره وتنفعك في الشركه بتاعتك؟ لا هي بتحب اللبس، بتحب يعني طول الوقت عايز تنزل تعمل شوبينج وكده، فعشان كده انا قلت اللي انا عارفاه يعني اللي بشوف. تعالي نشوف قالت ايه. هتسافر؟ شكلها هتسافر. هسافر يا ماما. نورين هسافر واشتري من بره. على فكره نورين انت بتنزلي تعملي شوبينج. اشتري من بره. قالت لك هتسافر وتشتري من بره، يعني في الاخر برضه هتجيب لبس. ما هو انا بقى ما جتش. طب ما كمل قوي. اللفه ما جتش. ميرسي يا نورين. السؤال لماما هبه. لو بنتك موديل اعلانات هتطلع في اعلان ايه؟ اللحاف الفايبر الحراري؟ اعلان شامبو؟ مكرونه؟ موبايل؟ موبايل طبعا. مش عايز تطلع في اعلان اللحاف الفايبر الحراري؟ لا تقدر. بس خميس والشركه السعوديه؟ حقيقه تحيه جامده قوي، اجابه صحيحه. طب النتيجة ظهرت يا بنات. كل شوية هعيط. صفر صفر. لا لا مفيش اصفار المرة دي الحمد لله. ماما ريما جمعت 10 نقط. ماما انجي جمعت 5 نقط. كويس. حلوين. ماما هبة برضو 10 نقط. خلصنا عجنك وخبزك؟ المسابقة اللي جاية بقى عكسها. عارفين اسمها ايه؟ هم اللي مين شاطر يقول لي اسمها ايه المسابقه اللي جايه؟ عمرك ما نصفتني. ليه سميناها بقى عمرك ما نصفتني؟ لان كل اللي فاتكم والمسابقه دي كوم، كل اللي لعبناه ده
عليه 100 درجة، المسابقة دي لوحدها عليها 50 درجة. هنسألكوا أسئلة محددة، هتجاوبوا إجابات محددة في ورق، مطلوب من بناتكم إن هم يجاوبوا نفس الإجابات بالظبط. ممكن تبقي خسرانة ومجمعة نقط قليلة وتيجي بنتك تكسبك، وممكن العكس. جاهزين للمسابقة؟ جاهزين. مع المسابقة الخامسة وهنروح للباك ستيج، وعمرك ما نصفتني. أقوى أم في مصر. ورجعنا لكم تاني من الباك ستيج مع التلات بنات اللي زي القمر اللي موجودين معانا النهارده، روان ونورين وحبيبه. المسابقه اسمها ايه يا بنات؟ عمرك ما نصفتني. مش سامع. عمرك ما نصفتني. ربنا يستر. روان ولا ريوان؟ روان. يعني ايه بقى ريوان؟ بصوا لحد علمي نعرف الجنه غير بقى نعرف الجنه. انا بقى لما شفتها على جوجل هي الفتاه التي تحدق في الشيء دون ان ترمش. بجد؟ اه والله العظيم. ممكن بقى. نورين بقى يعني ايه؟ نور. نورين نور. انا برضو اللي قلت لك عليها انت ما كنتيش عارفه. ايوه عايشه كل السنين دي ومش عارفه يعني ايه نورين. لا هي حاجه اسم في القران. اسم من اسماء النور، وهو النور في القلب والوجه. محسوبه مثقف قوي يعني. احب اعرف المعلومات. حبيبه معروفه، حبيبه الملايين، حبيبه الكل، حبيبه حبيبتنا كلنا. روان جاهزه؟ جاهزه. السؤال الاول، أشهر جملة ماما بتقولها في البيت؟ بصوا في كذا جملة. قولي. والله ما أنتوا نافعين. هسيب لكم البيت وأمشي. سيب لكم البيت وأمشي. سيب الزفت اللي في إيدك ده وقومي ذاكري. بس كده، ده اللي فاكراه. ما شاء الله قالت تلاتة. التلاتة غلط، تعالي نشوف ماما قالت إيه. أنا فضلت إيه؟ ريري بتقولي إيه في البيت يا ريري؟ على طول دايماً بقول لهم إيه ما تبهدلوش البيت، ذاكروا. طب هي بتساعدك في البيت؟ ما قلت ذاكروا. ما بتساعدكيش في البيت؟ لا. طب بتذاكر؟ لا. خلاص سيبي لها البيت وامشي. ميرسي يا ريري. انا بقول كده. السؤال الثاني يا روان، ماما بدأت تشرب قهوة وهي عندها كام سنة؟ سؤال رخم. السؤال ايه طيب؟ 25 26 مثلا؟ 25 26 مثلا؟ بصي هي كاتبه في العشرينات. ايوه ما هو فلازم نحسبها صح، اجابه صحيحه. السؤال رخم بس انا عسل. ايوه والله. حسبتهولك صح. السؤال الثالث، ماما شايله البوم صور فرحها فين؟ في البوفيه. في البوفيه. إجابة صحيحة. طيب السؤال الرابع، ما هو اسم جد ماما من ناحية مامتها؟ جد ماما من ناحية مامتها؟ أكيد من ناحية مامتها يعني مش من ناحية باب الشقة. ثانية واحدة، ثانية. سعيد. سعيد؟ سعيد. لا. مش سعيد؟ تعالي نشوف ماما قالت ايه. اسمه ايه؟ هتهزقني والله. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انا ما جاش في دماغي اصلا انها ممكن تفتكر الاسم، فقلت يعني اسم الشهره عطيه، فهي هتقول عطيه على اساس ماما على الفيسبوك. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اسم فني. ليه؟ ريري عطيه. اسم فني جدا والله. ده مش اسم اهلي انا، ده اسم والدتي. اسم جد والدتك. اه. اوكي. ماشي، ميرسي. ليه كده؟ ليه؟ طيب، آخر سؤال، أول موبايل ماما اشتريته كان سنة كام؟ كان سنة كام؟ 2000. ما هو بصي بقى، الناس بقت بتيجي مذاكرة، فإحنا بقينا بنعمل أسئلة صعبة قوي. استنى استنى هفتكر. 2017؟ 2017؟ وكانت عايشة إيه، بالتليفون أبو قرص ولا إيه؟ لا لا، 2017. بالمنافلة؟ لا لا، 2000. هو سامحها إيه؟ 2017، السنة اللي قبل اللي فاتت. لا يا حبيبتي، بص السؤال، أول موبايل ماما اشتريته كان سنة كام؟ أول موبايل، أوكي. معقول ماشية بالتليفون أبو قرص كده؟ لا مش فاكر. لا مش فاكر. لا مش فاكر. طب قولي أي سنة يمكن تطلع صح؟ ممكن 2000؟ 2000؟ هو مش بعيد قوي. طب تعالي نشوف ماما قالت إيه. أنا مش فاكرة أصلاً أنا قلت إيه يعني. أنا مش فاكرة. لا أنا مش فاكرة. 1996 يعني مش مثلاً كاتبة في التسعينات؟
انا لا انا قلت لها مش فاكره حقيقي جبت الموبايل امتى، بس هو او يمكن اول ما الموبايلات ما نزلت بسنه اتنين كده يعني، بس مش فاكره حقيقي. كان ايامها اتذكر الخط ب 1200 جنيه وحوشته وعملت جمعيه وجبته. اسئله صعبه قوي بجد، اسئله صعبه. نورين ايوه جاهزه؟ جاهزه. السؤال الاول، اشهر جمله ماما بتقولها في البيت؟ هي الفترة دي ماسكة في أمي ذاكري عشان ما بذاكرش خالص دي. أوكي. أكتر واضح من البيبي ليس باين؟ أنت ما بتذاكريش خالص. لا هديكي فرصة تانية. أمي رواقي سريرك. أمي رواقي سريرك. لا تعالي نشوف ماما قالت إيه. جيجي أيوة بتقولي لها إيه؟ وعدكوا سودا. شفتي قالتها ازاي؟ لا قالتها تحس ان هي مش سودا، بامبي. ايوه وعايزه سودا. ميرسي يا جيجي. العفو. السؤال الثاني، ماما بدأت تشرب قهوة وهي عندها كام سنة؟ ممكن وهي عندها 18 سنة؟ 17. بصي 16؟ هي حاجة كده يعني. وانا اللي بختار ولا انتي؟ طب خلاص هي قولي اخر حاجة. 17. 17؟ اه. تعالي نشوف ماما قالت ايه. جيجي شربتي قهوة امتى؟ في العشرينات. في العشرينات؟ اسكتي يا نورين. طب وبشرتك يا جيجي؟ نعم. انتي مش عارفة ان الكافيين بيبوظ البشرة؟ لا بحبها قوي وملوش علاقة. واحنا عايزين نبقى امارات؟ لا ملوش علاقة، بشرب قهوة برد. اوكي طب قولي كده تاني، وعايدكوا سودا؟ وعايدكوا سودا. طب والله وعيتك سودا بجد يا نورين. يا رب وعيتك تبقى سودا يا رب. السؤال الثالث. ايوه. ماما شايلة ألبوم صور فرحها فين؟ في درج الكامدينو جنبها. طب هي قالت وعيتك سودا، أنت قلتي درج الكامدينو؟ ولا أنا سمعت غلط؟ لا هي درج الكامدينو. أنت من شباب التجمع الخامس؟ لا. ولا ليه كلامه كده؟ اللي هو كل الحروف بتبقى واقعة؟ لا لا. طيب انت قربتي، انت قلتي في درج الكامدينو. ايوه هو فين بقى درج الكامدينو؟ فين؟ جنب سريرها. سريرها اللي فين؟ اللي في الاوضه. اللي في اوضه ايه؟ اوضه النوم. اوضه النوم اجابه صحيحه. شفتي ساعدتك ازاي؟ اه فعلا فعلا. السؤال الرابع، ما هو اسم جد ماما من ناحية مامتها؟ مامة جده؟ اسم جد ماما من ناحية مامتها، يعني جدها من مامتها. يعني يعني جدتك؟ يعني أبو مامتها. إيه؟ أبو مامتها. أبو مامتها؟ آه. كان اسمه إيه؟ مش عارفة، حسيت إن هي شتيمة كده. سعد. إيه؟ سعد. سعد؟ سعد. لا تعالي نشوف ماما ايه ده. لا هي بس والله ايه يا مامي، مش اسمها ليلى سعد؟ لا اسمها ليلى ابراهيم محمد سعد. طب اختصرتها يعني. يعني ابراهيم وانت قلتي سعد. عادي عادي ساكته بس. يا لهوي خلاص. بجد بجد يا جيجي انت عصبيه قوي. ايه ده، انا عصبيه جدا والله، بس خلاص مش نايمه ومش قادره اعمل اي حاجه غير اللي انا عاملاه. ميرسي. ماشي السؤال الخامس يا نورين، ركز بقى. شفتي لما ما بساعدكيش بيحصل لك ايه؟ اه ساعدني بقى. ماشي. اول موبايل ماما اشتريته كان سنه كام؟ كان سنه كام؟ ما ينفعش اقول هي عندها كام سنه؟ لا لازم سنه كام بس يعني. هي 1900 حبه. 1900 و ايه؟ 1910 مثلا. لا مش رقم تليفونك ماما. أول موبايل ماما اشتريته كان سنة كام؟ 1902. 1902 بس استنى بس بالعربي بس الأرقام بس ضايعة مني شوية. 1992. أيوه هي قالتها 1992. 1992 كل اللفة دي. أه تعالي نشوف ماما قالت إيه. نورين 1992 ده انا مش فاكره كان في موبايل اصلا، انا جبته 2000 وكان الخط ب 1200 برضه. بصي شفتي كان ب 1200 كان غالي قوي، وكان الموبايل بسم الله ما شاء الله حاجه كده. ايه فعلا عايزه اتنين يشيلوه معاكي وليه انتنه بالظبط كبير كده. بصي يا جاوبت على سؤالين غلط،
يبقى لازم نقول لها وعيتك ايه؟ سودة والله. لا بنفس الاداء اللي فات. والله وعيتها سودة لما نروح. ميرسي. لا. حبيبة تعلمي من اخطائهم بقى. ماشي؟ عشان بيبو عصبية. السؤال الاول، اشهر جملة ماما بتقولها في البيت. امي ذاكري او سيبي الزفت اللي في ايدك ده. لا تعالي نشوف ماما قالت ايه. حبيبتي والله حقك عليا، كنت بقول لك يا زفته. ايوه. اوكي ميرسي يا بيبو. السؤال الثاني يا حبيبه، ماما بدات تشرب قهوه وهي عندها كام سنه؟ 18 20 كده. 20 20 في العشرينات يعني. اجابه صحيحه. السؤال الثالث، ماما شايله ألبوم صور فرحها فين؟ مش شايلاه أصلاً. بتتشائم منه يعني ولا مش شايلاه. لا هي كاتبه مكان. كاتبه إيه؟ كاتبه مكان. إيه ده بجد؟ آه والله. لا ما عندهاش أصلاً. ما عندهاش ألبوم صور فرحها؟ إيه ما شفتوش يعني. إزاي يعني؟ أو ممكن يعني مش عارف. طب فوقتها. تعالي نشوف ماما قالت إيه؟ الكينج. أيوه صح. ايه بقى معلش الكينج ده عشان انا مش ده في الفيلا في الكينج عندنا في الكومود بتاع الاوضه. اوكي فيلا وكومود انا بعيد قوي عن العالم ده يا استاذه، لا عارف الكينج ولا عارف الفيلا ولا الكومود. ميرسي. السؤال الرابع، ما هو اسم جد ماما من ناحيه مامتها؟ عبد اللطيف تقريبا. عبد اللطيف. اجابه صحيحه. والله يا عسل يا حبيبه واحسن بالله. السؤال الخامس، اول موبايل ماما اشتريته كان سنه كام؟ 1992 كام؟ التسعينات يعني. 1992 1992 حاجه كده. طب تعالي نشوف ماما قالت ايه. لا حبيبه لا 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 انت قلت لي كده. لا لا انا مش قديمه كده. كان 98 99 حاجه كده يعني. اوكي ميرسي يا بيبو. معلش انت برضو جاوبتي على شويه اسئله صح. طيب يا بنات خلصت المسابقه، الله اعلم بقى مين نصف مامته ومين ما نصفهاش كده. المشاهدين بيعدوا في البيوت، هنروح لفاصل نرجع لكم تاني مع نتيجه المسابقه النهائيه. ماما يا ماما اقوى ام مصر. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع نتيجة المسابقة النهائية من أقوى أم في مصر، وحلقة جميلة جدا ولذيذة جدا وكيوت جدا مع الثلاث أمهات اللي زي القمر اللي منورينا النهارده، ماما ريما وماما إنجي وماما هبة، أو بمعنى أصح عشان ماما مش هتنفع خالص في الحلقة دي. أيوة. ريري وجيجي وبيبو. أيوة. طيب أنا مش عايز أطول عليكم، طبعا انتوا صحاب واكيد محدش فيكم هيزعل وهتفرحوا لبعض. لا احنا جايين نلعب اصلا. نلعب. انبسطتوا ولا لا؟ جدا جدا. جدا. كنتوا عايزين تكملوا عايزين اسئله كمان صح؟ اوكي انا قعدتي ما تزهقش مني. دمي زي العسل ربنا يحميني بسم الله ما شاء الله. بسم الله عليك. طيب النتيجه، ماما انجي جمعتي 55 نقطه. ماما هبة جمعتي 90 نقطة. واو. أما ماما ريما، حاسة إنك فزتي ولا لأ؟ مش عارفة. آه ولا لأ؟ لا مش حاسة، بس أنا كنت ناوية أكمل لسه، حال عايزة ألعب. للأسف إحساسك غلط. جمعتي 110 نقطة وأنتي أقوى أم في مصر. مبروك لماما ريما ونشوفكم.
أقوى أم في مصر. اللي تعبت واللي شالت واللي كل حاجة جابت واللي ما سمعتش كلامها لما ألف مرة قالت أقوى أم في مصر. أقوى 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 أم في مصر. أقوى أقوى اللي عرفت من شرابك اللي ضايع من سنين واللي لو تفطر هدومك تبقى واسعة نمرتين. مظبوط قوي. فاتورة نار. أقوى أم في مصر. أقوى أقوى قادرة أسطورة فصال مهما كان قدامها مين والقميصة ب 300 تاخد الخمسة ب 200. هما حلوين كده. التخصص في الدراما حتى لو موضوع بسيط ربنا ياخدني من وشك. خمسة وخميسة أقوى أم في مصر. أقوى 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 أمي هي أمي هي قنبلة الحنان. أقوى أمي هي أمي هي قنبلة الحنان حتى لو سحلتني عادي برضو أمي من زمان. لو سحلتني عادي برضو أمي.